جينا بقى في رحلتنا لأكتر وقت أنا شخصياً بحبه جداً جداً، وقت المطبخ. مين بيحب يساعد مامته في المطبخ؟ أنا. بجد بتساعدوها بجد؟ بتعملوا معاه أكل وبتلموا معاه الحاجات؟ أنا بديلها الحاجات. بتديلها الحاجات؟ أوكي. وبتعرف تعمل حاجات ولا لسه مش متعلم قوي؟ عارفة إزاي أعرف أعمل ستريبس. بجد؟ يا ولد. طب حد يعرف إزاي يعمل تشيكن برجر أو برجر فراخ؟ أنا عارف. يا سلام، عارف بجد؟ اجيب الكوكو احط اويل بعدين احطه في الميكرويف مايكرويف وبعدين اجيبه بعدين احط الساندوتش واحط الكوكو. ده بقى في حاله انه البرجر جاهز، زي احنا عايزين نجهز برجر مع بعض. تيجوا نتعلم ازاي نعمل تشيكن برجر او برجر فراخ؟ ايه رايكم؟ اوكي. مبدئيا احنا عندنا فراخ مفرومه، يعني احنا لو عايزين نعمل برجر فراخ هتطلبوا من مامي ان هي تفرم لكم الفراخ. اوكي. ممكن يا لميتا تجيبي لي معلقه في فراخ اهو عندنا. طبعا 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 شويه ملح، لازم نحط ملح صغير. نحط كده شويه ملح حلوين. صعب قوي. ونحط شويه فلفل. ايوه شكرا، خليها معاكي. ونحط كمان شويه ثوم باودر كده اهو. وهنحط كمان ده بصل مفروم عندنا، نخلي ماما تفرمه لنا. اوكي. ونقوم حاطينه كده اهو كله. لا مش كله، ممكن نحط على حسب بقى انت بتشوف. انا عايز احط شويه المقادير يعني. وبعدين بقى لازم نحط ايه؟ لازم نحط بقسماط عشان البرجر يمسك نفسه. اوكي. فاضل ايه؟ ما حطيناش ايه؟ ما حطيناش بابريكا. نحط شوية بابريكا. نعم. بيدوا لون حلو وبيدوا كمان ريحة وطعم لزاز قوي. وآخر حاجة البيضاية دي، مهم جدا البيضاية دي في البرجر عشان الدنيا تمسك في نفسها. هنحط البيضة كده اهو. وبعدين نلف. وبعدين نلف. نلف بقى ونقلب بقى، نقعد ايه؟ نلف كده ونقلب. مين عايز يجرب؟ أنا. يلا شوية يا عمر، لف وقلب. وإيه؟ وبعدين نجرب. طبعا البروتين مهم جدا جدا في حياتنا، ان احنا نبقى بناكل بروتين. ليه بقى؟ علشان احنا اتعلمنا ان احنا لازم الفتره اللي فاتت اتعلمنا ان احنا لازم نقوي جهاز المناعه بتاعنا، وجهاز المناعه بتاعنا بيقوى جدا لما يكون في اجسام مضاده. الاجسام المضاده دي بتبقى موجوده في البروتين، فمهم جدا ان احنا نبقى مركزين ان احنا اكلنا يكون فيه بروتين علشان بيخش في تكوين الاجسام المضاده. هنقلب كويس قوي 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 قوي، نقعد نقلب كويس قوي قوي كده 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 كده. ومفيش مانع طبعا ان احنا نعمل ايه؟ نعمل كده اهو، لابسين جوانتيهات صح؟ وغسلين ايدينا كويس. ايوه يلا نعمل. عارفين بقى انه احنا طبعا جسمنا عباره عن ايه؟ عظم صح؟ وعضلات. مش انت بتلعب رياضه يا استاذ؟ وغضاريف صح؟ وجلد بقى وضوافر وشعر، مش كل ده حاجات في جسمنا؟ البروتين بقى هو اللي بيقوي كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. بيخلينا بسرعه قوي صح، وبيخش في كل حاجه، ويطول شعرنا وضوافرنا، ويخش في تكوين الهيموجلوبين اللي هو الدم يعني، ويبقى مخلينا ايه؟ دايما عندنا مناعه قويه واحنا اقوياء. خلاص. طيب واتس نيكست؟ هنعمل ايه؟ هنعمل بقى البرجر. برجر مدور صح؟ ماشي. عندنا هنا المكنه اللي بتعمل برجر. نعمل ايه؟ نقوم حاطين شويه من العجين اللي احنا عجناه ده. اوكي ماشي. ونقوم عاملين ايه؟ يلا دوس انت بقى. انا. ايوه هنكبس البرجر. فبالتالي برافو يوم، طلعت ايه بقى؟ برجر. تعالوا نشوفها. طلعت برجر ومدوره زي دي بالظبط، عشان بس انت بقى هنا نشيل ده زي دي بالظبط كده. نشيل صح؟ ممكن انت تجربي تعملي واحده لغايه اما انا ايه ابتدي بقى اسخن ده عشان نشوف برضو هنعمل ايه. احنا عندنا طبعا طاسه سخنه، احنا ما بنجيش جنب الحاجات السخنه ولا السكاكين. ممكن بنساعد. ممكن انا اعمل واحده. ايوه هي. ايوه ايوه هنعمل واحده ولميتا تعمل واحده. طب دي هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ نحط في الطبق. الطبق اهو يا لميتا. بصوا بقى بنسوي البرجر ازاي؟ هنحط ايه؟ في الطاسه. حطه في الطاسه كده من غير زيت؟ عملت زيت بقى. لازم لا. زيت صح؟ اه عملت زيت. بنحطه كده دي؟ فين؟ حطيها على الطبق. انا حطيت الحته الغلط. حطيت الحته الغلط، هساعدك انا. احنا عرفنا ازاي بتتعمل صح؟ هتعملوها في البيت.
نحطها في الطاسة. يا سلام، ونشم ريحتها كده. ممكن نعمل واحدة كمان عشان نعمل تو ساندوتشز، صح؟ اه كده اهو. و نسيبها تستوي شوية. طب انتوا عارفين الخضار برضو يبقى مهم قوي ان هو يكون موجود في الوجبة بتاعتنا. مين جاهز يحضر الساندوتش بتاعه؟ أنا. طب يلا بقى وقفوا كده. أجيب مين بقى هيحط بقى ايه؟ عندكم طماطم، وعندنا خس، وعندنا بصل ومايونيز ومسترد وكاتشب. ايه الجوانتي الاول يا استاذ؟ يا تشاف انت الجوانتي في الباسكت. لازم واحنا بنعمل اكل نبقى محافظين على نظافه المطبخ. برافو. ايوه، واحنا هنا دي قربت تستوي وتاخد لون، وبنبقى بنقلبها كده عشان تبقوا عارفين ازاي. برضو قربت تستوي تماما وتمسك نفسها. الله، قولوا لي بقى مين بيحط ايه في الساندوتش بتاعه؟ طماطم. لميتا بتحط طماطم. انا بحط وخس. تعالوا بس ايه اشيل لكم ده. طماطم وخس مهمين جدا في الساندوتش. ايه كمان؟ بصل للاسف. بصل عشان المناعه. هنحط ايه تاني؟ صوص. اه حطه. ايوه خلاص، كله مجهز الساندوتش بتاعه. اه اوكي، حط المايونيز. اه اهم حاجه واحنا بنساعد ماما، عشان نبقى بنساعد ماما ان احنا ما نبقاش بنبوظ المطبخ ونبقى بننظف طول الوقت، صح؟ صح. جاهزه يا لميتا؟ انا جاهز. الله يا لميتا، بنحط بنفس المعلقه والدنيا بايظه خالص. برضو من الحاجات اللي احنا ما بنعملهاش. انا جاهز. اوكي انت جاهز؟ اه اورايت. اجيب البرجر؟ عن اذنك يا استاذه لميتا، ارجعي لورا. ايوه. حط البرجر هنا و معلش معلش، يلا شيلها. انا هحط ده دوق بسرعه. ايوه ادي اول ساندويتش لميتا. جاهزه؟ جاهزه. اجيب الساندويتش الثاني. انا هاكله دلوقتي. هناكله طبعا. عشان نسيبه يموت. مش هنسيبه يموت. خد وقت قد ايه بقى؟ ولا اي حاجه خالص. دقيقتين. طبعا احنا عشان كنا محضرين البرجر اصلا، بس في الوقت العادي هنسيب البرجر اللي انتوا عملتوه ده يقعد شويه في الثلاجه. مش انتوا بقى اللي هتعملوا عصير، اخواتكم هيخشوا يعملوا عصير. لا لا لا، اعملوا لكم سموذي حلو تاكلوا وتبلعوا بيه الساندوتش بتاعكم. اوكي؟ نو أيوة. انا هعمل العصير ده. لا مش انتوا اللي هتعملوا عصير، عشان ندي فرصه لاخواتكم. لا لا لا، هو ماشي. انا هروح اقنعهم بقى نجيب اخواتهم الحلوين علشان نعمل سموذي حلو جدا 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 ناكله مع الساندوتشز الحلوه دي. يلا يلا. شفتوا بقى البرجر بالفراخ اللي احنا عملناه؟ ايه رايكم فيه؟ شكله حلو. خطير ها؟ طب ايه رايكم احنا كمان نعمل حاجه خطيره تانية؟ اوكي. ايه نظامكم مع العصاير بقى؟ بتحبوا العصاير؟ ايه بقى بتحبوها قد ايه؟ قوي يعني؟ مهمه ولا مش قوي؟ بالنسبه لي اه. بالنسبه لك اه. لازم اشربها كل يوم في المدرسه. لازم تشربي كل يوم عصير في المدرسه. طب في حد فاهم ايه فوائد العصير؟ بيبقى فيه فاكهه، وفاكهه فيها فيتامينز. صح، بيبقى فيها فاكهه، والفاكهه بيبقى فيها فيتامينز مختلفه. طيب تعالوا نشوف النهارده عندنا عصير ايه او هنعمل سموذي ايه. عندنا اناناس او يطلقون عليه الباينابل بالظبط، وعندنا موز، وعندنا ثلج طبعا علشان ايه لزوم السموذي، وده عصير ليمون. فبالتالي عندنا فيتامين سي ليمون، وعندنا اناناس، وعندنا موز بيدي طاقه وفي بوتاسيوم وفي زنك وفي حاجات كتيره جدا. انا عارفه ان الاناناس من ذا توب 3 فروتس اللي فيهم فيتامينز، من اكتر ثلاث فواكه فيهم فيتامينز. وايه كمان هنا في فيتامين؟ عصير الليمون. عصير الليمون في فيتامين ايه؟ سي. سي اوكي. والموز بوتاسيوم. في بوتاسيوم وفي كمان بيدي طاقه. بيدي طاقه رهيبه. الموزه بقى من الحاجات المهمه جدا. طيب الموضوع سهل جدا وبسيط، وعشان هو سهل وبسيط اتمنى ان انتوا تبقوا يعني توعدوني ان انتوا تعملوه في البيت لماما وبابا والاسره الكريمه. أوكي. ممكن؟ اوكي. هنعمل ايه؟ هنحط موز. يلا نحط ايه؟ ثمره موز. نقشرها الاول. اكيد هنقشر. مين عايز ياخد شرف التقشير؟ قشري. لا لا، احط وانت قشر واحده كمان. انا اللي هحط باين. انا هحط اناناس. اه الباسكت تحتك اهو. بالظبط. نحط شويه اناناس كده حلوين. موزه. فين الموزه بتاعتك؟ يلا
هنحط موزة، حلو قوي. هنحط عصير الليمون كده اهو، شوية عصير ليمون حلوين ميكس. مش كتير. وبعدين في الاخر هنحط ايه؟ التلج. ليه بقى؟ عشان يبقى ساقع كده وحلو وفريش، صح؟ التلج هيسيح جوه، هيسيح جوه وهيتضرب، ما احنا هنشربه على طول بقى المفروض. اوكي؟ طيب احنا حطينا كده المكونات بتاعتنا بس خلاص، هنغطي ونعمل ايه؟ بلند او نخلط. نحطها كده اهو ونقوم. يا سيدي يا سيدي، كفايه؟ لا لسه كفايه كفايه، علشان عارف يبقى في ايه؟ شويه حاجات ممكن تتاكل كده في الاخر. نجيب بقى الكوبايات الحلوه دي بتاعتنا. ياسين شكلك منظم، بتنظم مع ماما؟ اه. وانت بتنظمي مع ماما؟ انا بنظم لوحدي. لوحدك مش مع ماما؟ يعني في المطبخ حد بيساعد ماما؟ انا ساعات بعمل حاجات اكتر من ماما. انا ساعات بنزل اشتري لها اللي هي عايزاها. اه. لما بتطلب مني حاجه مثلا من الثلاجه اجيبها لها. برافو. مساعده في الطبيخ ساعات لما احسها ان هي يعني مش قادره. اوكي. هلكانه او باجي اساعدها. حبيبي والنبي انت جميل، وانت كمان طبعا. طب حد بيغسل الطبق بتاعه بعد ما بيخلص؟ انا بغسل. انا كنت الصراحه. انت كنت؟ مين عايز ياخد؟ بس احنا جبنا غسالة اطباق. يلا حط انت عشان تبقى انت اللي عملت. جبتوا غسالة اطباق؟ ها. بس قبل ما تجيبوا غسالة اطباق كنت بتساعد ماما. ايوه. استنى. ايه ده؟ طب هل بابا بيساعد ماما في المطبخ؟ اه. ممكن يشيل الغطا خالص عشان يبقى اسهل. بابا بيبقى في الشغل. خلي بالك انت بتشوف. بيرجع ساعات بيساعد ماما. ساعات بيساعد، بس ساعات بيطبخ؟ لا هو بيساعدها مثلا فيحضر الترابيزه كده لما بيرجع من الشغل. اوكي. وانت باباك بيطبخ؟ ايوه. ايوه يا ولد. بيطبخ ايه بقى؟ ايه بتحب تاكله من باباك؟ في فراخ كده اسمها فراخ مكسيكي. فراخ مكسيكي؟ ها. نعملها حلو قوي. يلا نحط العصير بتاع حضرتك. ايه رايك نعمل كده؟ لا نعمل كده عشان نعرف نشربها بقى. برافو. نايس. هنبقى نعمل تاني. مش هتشربي كتير اصلا؟ طب ايه رايكم تيجي انت دوقته؟ لا. طب يلا ما تيجي ندوقه. دوقه كده. حلو. ساوري. ممكن نبقى نزود شويه سكر لو عايز، بس حلو. حلو. طعمه زي التفاح. طعمه زي التفاح بس جميل. نعرف نعمله بسرعه ونعرف نعمله لنفسنا كمان. عملناه بخمس دقائق. ايوه عملناه بخمس دقائق ونعمله كمان لماما وبابا بيبقوا مبسوطين، وكمان عملنا حاجه مفيده جدا 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 جدا. حلو كده نسيب المطبخ بقى، صح؟ ماشي. تعالوا بقى نسيب المطبخ وندوق ماما وبابا السمودي الحلو اللي انتوا عملتوه ده والعصير ده، ونروح نشوف مين هيعمل ايه في البلاي ستيشن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا.